تخيل معايا زي المشاهد اللي انت كنتي خارج مع والديك مثلا شي تريب ولا في اي خرجة، كنتو فرحانين كل شي، في اي لحظة كيقد طباك ولا ممكن تسيفو عليك تيكونوا فرحانين، تيقدو انهم يتخيروا وحدهم ما تعرف توقع اي حاجة، لك كي تيوقعو بزاف هاد البلانات في العائلات المغربية وشي كترتب بزاف على بزاف الحوايج، وليدي تيكونوا مودي، مرات يكونوا فرحانين مرات يكونوا مفرحانينش، ودقة واحدة هادشي كله كيجمع ستريس ديال الخدمة اللي خدام باك مثلا تيكون معجباش تيكون مستريسي، مكيحش راسو حتى كيخرج فيه داك ستريس، كتكون موقع تاني مرضياش الحياة اللي فيها مثلا ولا معجباش الحال، كتكون مستريسية كتخرج فيك تي ستريس، هادشي كله الطريقة باش كيخرجو فيك ستريس انهم كيوقعو بحال كيغوتيو عليك او كيوبخوك شامل حاجة. اوف كورس هادشي ما غادي يشد مرور الكلام الصاد ترى بزاف، بحال غادي تنسى واحد الكاس صغير وهو مش قاعد لما كتكبو هداك الكاس، والكاس اللي هو تا كيعمر بزاف كيفوندي بزاف دان بوم، وباش كيصلحو هاد الامر و كيتصالحو معاك زعما وصافي كتوقع اكتر كيدوك تاكلو شي حاجة اللي unhealthy like ايس كريم ماكتو اي حاجه فيها السكريات الدهون شي حاجه كيديوك باش تاكل زعما باش انه بحال اللي كيطلبوا منك السماحه، دي دو ديس تو فيكس ات زعما زعما كيصلحوا الغلط ديالهم بدل الفعل هذا. ايه قاعد شايل هاد التروماز اللي يوقعوك في صغرك ما كيدوزوش عليك مرور الكرام، كيبقاو عندك في حياتك كاملة، تيبقاو مرسخين هنايا هنايا تيبقاو مرسخين، كيتأكيمولاو كيتراكمو عليك وكينتجو عليك داكشي اللي هو فين انت دابا. أي أديكشن خايبة كيما بغات تكون، أي مرض نفسي أي مرض دماغي اللي انت فيك دابا 90% قد يكون جاي من الصغر ديالك من الشايد هود تراوما ديالك، لك باش نتجو من هاد الاكزامبل اللي عطيتكم انا في الاول ديال وليدنا الخارجين ومودي بزاف انهم مرات تيكونوا في حاجه ما تكون غضبانين في اي لحظه وتيوكلوك شي حاجه اللي ماشي هالتي باش انهم يفرحوك كذا، تخيل معايا ان ملي انهم فرقوا فيك ستريس ديالهم بداو كيغوتيو عليك وشحال من حاجه انت باش تحس ديك الساعة تحس براسك كرخا حاشاكو تقول يا علاش انا كيوقع لي بحال هكا، تقد تكون ما فهمتش مزيان علاش كيغوتو اصلا وفي كورس هادي انت غادي تربو فيك ستريس كتكبو كتكبو قبيلة حتى واحد الكاس صغير مش قراية لما كبر كتكبو 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 بدان بوم مزيان you are overflowed with stress، مش مينز تكون ستريس ديك الساعه تنسايا ولا كتبكي ولا ما عرفتش شنو تكون ان بيت ستيت then you eat that ice cream ولا دا برجر ولا ديك الشيء كامل، لاك تايم باي تايم بلي كتكبروا وتوقعوا نفس البلانات ونفس الحوايج اللي وقعوا ايوا خبا فراسك الشيف ملي كتكبر كاع هادشي كيتاكيمولا وشحال من حاجه، فملي كتكبر كتلقى راسك فيك الاي دي اتش دي وفيك فود كرافينغز ولا كتولي بحال قلتي ما عندكش واحد الكونترول في المعلومه ديالك، كتولي كتبع الجراتيفيكيشن ديالك في الماكله كتولي كتاكل داك الشيء انا هالسي باش يو فيل جود، ولكن ليتس ستارت فيرست اي تي ايش تقدر تجيب بزاف د الحوايج، ولكن موست اوف اس جاتنا من الطفوله ديالنا واقيلا guys من شايد هود تروماز ديالنا yeah we all know them we all should know them yeah maybe تكون من السوشيال ميديا maybe تكون من شايد هود تروما maybe تكون بس من شايد هود دين احنا طورناها بالسوشيال ميديا، المهم it's not our topic على السوشيال ميديا لا حاجة نتبع شايد هود especially our parents ولا قاع
قال الناس يربوك هما اللي كيربوا فيك هذا الشيء، كي تراكم على ديك الشيء باش انك كتكبر وكتلقى راسك فيك يدي اتش دي، باغي دير كل شيء دقه واحده، باغي تكون سي توب دقه واحده، باغي تصنع كل شيء دقه واحده، واللي ما يمكنش في الاخر كتلقى راسك ما درتي والو ولا درتي اسهل حاجه، وكتبقى ساخط على راسك والنهار ديالك كدوز عيان، كتبقى بحال محبوط وشحال من حاجة، والثقة في النفس كتهبط و السيلف ديسريسبكت يطلع مزيان وشحال من حاجة. After all of this you feel miserable، تكون مستريسة، كتكون مستريسة ديك الساعة، ملي كتستريسة ديك الساعة كتمشي كتاكل شي حاجة لي unhealthy شبعانة السكر ليك شبعانة بملحة شي حاجة لي جانك فودز in general عامة باش تحس براسك مزيان شوية. دوك مثلا انا شخصيا معقدش شنو وقع لي في الطفولة ديالي، ولكن ملي تكون مفترس شحال من حاجة راه كنمشي تناكل شي حاجة اللي unhealthy بلا ما نحس، وكنكسيري فيها مزيان، كيقولوا فيها واحد الكرافينغز مقودين، كنمشي تناكل اي حاجة unhealthy، شيبسات لعيبات تاكوز ما عرفتش شنو، مورا كندم اوف كورس عادي يا كندم. ديك الستيب لو ديال انني نمشي ناكل هي اللي صعيب تتحكم فيها. كنتمنى انكم ما تساهموش في انتشار هذا الشيء في الاجيال القادمه. انت ولا انت الا كنتي غدير ولد مستقبلا، ولادك ما يوصلهمش هذا الشيء، ما تطبقش عليهم داكشي اللي طبقوا عليك والديك، فهمتيني؟ ما تطبقش عليهم داكشي اللي طبقوا عليك والديك، يقدروا حتى والديك يكونوا جدودنا حنايا، طبقوا عليهم داكشي باش حتى هما وصلوا لينا بحال شي فيروس كيوصل جيل، كيوصل ابن عن جد ويا غاد. ما تساهمش انت في هادشي، ما تكونش انت بارت اوف ذيس، لايك بليز جيف ما ستوبك ستوبيتش ستوبيتش. كنت شوف واحد الصورة كانت ولا صغيرة ما توقيتها بين بلي زعما الجد كيوصل لجدك شي حاجة اللي بحال هكا، بحال كي انجيكتي فيه شي حاجة اللي خايبة. Then the same happens to your father مثلا، جدك عطينا كي انجيكتي شي حاجة على باك، وباك كي انجيكتيها ليك، then you انت كتجي كتجي فيك الدقة، ولكن انت حاول تستوبي شكل قبل واحد لابارييغ بينك انت وولدك. واخا شي من راسك تكون هذا، ولكن حاول بالروج ما توصلوش هادشي، ما تخليش حتى ولدك يولي بحالك وشحال من حاجة. انت راك جربتي عرفتي كارثة فين نيكوتين ولا تيوقعوك في حياتك صافي بالرجل، ما بلانش انك تزيد شي حاجه اللي بحال هكا سنسيبل بزاف بلانش. هذا الشيء اللي كان في الفيديو، تهلاو في راسكم.